نحن في قرية وجميع الأهل في القرية إذا فعلوا شيء قبل أن يفعلوه يقولون الفاتحة للنبي، هل هذا الأمر له أصل في الشرع وهل هذا خطأ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الفاتحة من أعظم سور القرآن، هي أم القرآن ولها فضل عظيم، ولكن قراءتها في مثل هذه الحال، أن يعني تقرأ في بعض الأحوال للنبي أو لغيره أو لروح فلان أو لروح الميت، هذا من البدع. نعم. لأنه لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة الفاتحة عبادة، والعبادة لا بد لها من دليل، فالذي يقول إن تشرع قراءة الفاتحة للنبي أو لغيره من الأموات يحتاج إلى دليل، فإن جاء بدليل وإلا فهذا القول مردود عليه لأنه بدعة، ولم يرد في قراءة الفاتحة لروح النبي ولا لغيره دليل شرعي، فهو من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. الفاتحة لا تقرأ لا للنبي ولا لغيره، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن أن يهدى له ثواب من العبادات إلا ما ورد به الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصل إليه من الأجر مثل أجور من اتبعه، كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فكل عبادة مشروعة إذا فعلها المسلم وناله أجر منها فإنه ينال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، من دون أن يهدي إليه ثوابا أو يقرأ له قراءة أو ما أشبه ذلك. فالرسول ليس بحاجة إلى الإهداء، وإنما المشروع في حق النبي صلى الله عليه وسلم محبته أكثر من محبة النفس والأهل والمال والناس أجمعين، والمشروع الصلاة والسلام عليه كما أمر الله جل وعلا بذلك، أن نصلي ونسلم عليه، وذلك يصل إليه أينما كنا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وكذلك سؤال الله له الوسيلة والفضيلة بعد فراغ المؤذن، هذا قد أمر به النبي، قد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، فما ورد به الدليل من الصلاة عليه والسلام عليه وسؤال الله له الوسيلة والفضيلة هذا نعمله. أما الفاتحة وقراءتها أو قراءة شيء من القرآن أو إهدى شيء من الثواب لم يرد دليل به فهذا من البدع، لما ذكرنا من أنه الأمر توقيفي والعبادات توقيفية، وثانيا أن الرسول في غنى عن ذلك، لأن ما تقبله الله من طاعاتنا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يناله من الثواب مثل ما مثل ثوابنا، لأن من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور أتباعه. والله أعلم. جزاكم الله عنا كل خير.